عليها غريبة. على خاطر اللي يحرق روحه يجري في الاتجاهات الكل. السيد هذا كأنه سلم روحه للنار وما قاومش. وانت علي ما علمتنيش من الأول؟ زوز محروقين في نفس الحومة في ضرب جمعة وانت تقولي ما عندهم حتى علاقة ببعضهم. والراجل اللي معاها تقولش عليه يعديلها في النار بيد. مش تسمى مشعوذة؟ يمشي للجيلين يقولوا فما مشعوذ ولا سحار يعدي في النار بيديه للناس. حان الوقت لإصلاح ما مضى ومصالحة المواطنين مع وطنهم. أما الأمور يلزمها تتغير. شو قديش الواحد حرق رواحه؟ لو جعل واحد مختل عقليا يحرق في العباد ما هوش حرق فيهم بيديه، حرق فيهم مش حرق رواحه.